الزميل جيريس عزار زار القدس وأعد هذا التقرير. على موعد جديد من العدوان كانت مدينة القدس حاضرة حين ذهب المستوطنون إلى تنظيم مسيرة في مدينة القدس المحتلة تدعو إلى إخلاء ما يسمى بجبل الهيكل من العرب عشية حلول عيد الغفران اليهودي. المدينة المقدسة بدت أشبه بثكنة عسكرية بعد تأمين الاحتلال الطرقات التي سار بها المستوطنون، فيما خرج الفلسطينيون بمسيرة في مدينة القدس لمنع وصول المتطرفين إلى القدس الشرقية وإلى المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذه وقفة مقدسية رد على المسيرة الإسرائيلية اللي بيسموها المليونية. هذه مسيرة يائسة، مسيرة الهدف منها هو استفزاز الناس المقدسيين في القدس، وأنا بعتقد الوقفة اليوم في باب العمود كانت جواب شافي بأن القدس دائما ستكون حية بأهلها اللي بيعشقوها وبحبوها وبحافظوا عليها، بحافظوا على مقدساتهم. جنود الاحتلال الذين انفلتوا من عقالهم أخذوا بإمطار المقدسيين بقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المتواجدين في المكان. حتى الصحفيين لم يسلموا من اعتداءاتهم فأصيب العديد منهم، من بينهم مصور قناة الفلسطينية أحمد جلاجل. رسالتنا هي أنه الاحتلال باطل، إجراءات إسرائيل في القدس باطلة، هذه مدينة عربية ولن تكون إلا عربية عاصمة للدولة الفلسطينية. جئنا هنا لنؤكد بأننا موجودون هنا، منزرعون هنا، وأن كل ما يقوم به الاحتلال ومستوطنيه في القدس لن ينشئ لهم لا حق سياسي ولا قانوني في هذه المدينة. الدعوات المتتالية من قبل أقطاب اليمين الإسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى المبارك إنما ترمي إسرائيل من ورائها إلى فرض نظام التقسيم الزمني بين المسلمين واليهود على غرار الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل. جريس عزار لقناة الفلسطينية. شكرا للزميل جريس عزار، وبالإضافة نتمنى السلامة لمصور قناة الفلسطينية أحمد جلاجل الذي أصيب أثناء تغطيته لهذه المسيرة التضامنية مع المسجد الأقصى المبارك. الآن ينضم إلينا في